على وقع القذائف والنيران، يواصل الجيش والمقاومة تقدمهما هنا في مديرية نهم، إحدى أهم الجبهات العسكرية سخونة إلى الشرق من صنعاء، فيما تتواصل الغارات الجوية على مواقع عسكرية للإنقلابيين في العاصمة ومحيطها. عزيمة المقاتلين عالية والجاهزية في أعلى مستوياتها، وأفق المعركة مفتوح على أكثر من احتمال. الجميع في انتظار الأوامر للتحرك باتجاه نقطة المواجهة الفاصلة في نقل بن غيلان ومسورة، حيث لا يزال الإنقلابيون يتحصنون فيهما. الآن في استكمال التجهيزات وإعادة الترتيبات وتشكيل القوات للتقدم نحو نقيل غيلان ونحو مسورة وبقايا نهم. فرض مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة سيطرتهما على هذه المناطق في ملح والمدفون وجبل المنارة وقبلها العديد من المواقع الاستراتيجية إثر معارك طاحنة، ومن هذه المرتفعات الشامخة يتطلعون إلى إنجاز معركتهم الكبرى لاستعادة العاصمة، ويرسلون إشارات مطمئنة إلى سكانها. نقول للمدنيين كل ما تقدمنا كل ما كان أمن وأمان لكم، لا تخافوا لا تصدقوا على أي شيء يغرروا بنا بكم، نحن أمن وأمان لكم. المعارك لا تتوقف، ووقع القذائف والقنابل والصواريخ تتردد في الأنحاء، مبقية هذه الجبهة على اشتعالها وحيويتها بانتظار الزحف الأكبر. حشد المقاتلين في هذه الجبهة يعكس الصورة الحقيقية للوحدة الوطنية، ويضفي على معركتهم روح الانتماء إلى اليمن والتفاني من أجله، ويجعلها معركة استعادة لتلك الروح التي سلبتها العصابة في غفلة من الزمن. صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية لا تكاد تهدأ، فطيران التحالف عاد قصفه للمواقع العسكرية التابعة للإنقلابيين ضمن موجة جديدة وعنيفة من القصف والاستهداف المركز للمعسكرات المحيطة بالعاصمة. تطورات الساعات الأخيرة تشير إلى تعرض معسكر القوات الخاصة بالصباحة إلى الغرب من العاصمة، ومعسكر الصمع إلى الشمال منها، وعدد آخر من المعسكرات لضربات عنيفة تسببت في حدوث سلسلة من الانفجارات في معسكر الصمع، ناجمة على ما يبدو عن استهداف مخازن للقذائف والصواريخ. إنها مؤشرات الحسم التي قد تعيد اليمن إلى مرحلة ما قبل الانقلاب، وتعيد اليمنيين إلى خط الإجماع الوطني.